اخر بلاصه وصلت لها في هذه الرحله، ساعه للرجال وساعه للعيالات. دابا الرجال هما اللي داخلين دابا كيعوموا وغادي يخرجوا دابا، والعيالات هما في جالسين هنا كيتسناو نوبتهم. كداوي اللي فيها الحجر في الكلاوي راه براو في هذه المواد، واللي بعد حتى هي راه كتشفي من بعد حتى هذيك. مسخون طبيعي. اللي نايت 20 السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد من رحلة اكتشاف الجنوب الشرقي. اليوم وصلنا لواحد البلاصة اللي ممكن نسميها أغرب بلاصة وصلت لها في هذه الرحلة، اللي هي الحامات ديال مولاي علي الشريف. علاش قلت لكم أغرب بلاصة؟ كاين جوج ديال الأسباب. السبب الأول غادي نقول لكم، والسبب الثاني غادي نكتشفوه كاملين. السبب الأول هو أنه هذه البلاصة هذه ما كتريتيش، كتخدم بالليل وبالنهار، ديما فيها الرواج. سوا جيتي لها بالليل سوا جيتي بالنهار غتلقى الناس كيعوموا هنا في هذه الحامات هذه. وهذه البلاصة هذه ممكن نسموها دوزيام مولاي يعقوب. غير الفرق اللي بينها وبين مولاي يعقوب هي أنه هذه كتخدم بواحد الطريقة مستمرة، ما كتحبش بالليل وبالنهار، ومولاي يعقوب كتحبس بالليل. الفرق الثاني بيناتهم هي أنه مولاي يعقوب بالخلاص وهذه فابور، هذه غير السوفاج، ولكن راه واخا السوفاج راه منظمة. الحاجة اللي عجبتني فيها بزاف هي النظام، هي أنه دايرين ساعة للرجال وساعة للعيالات. دابا الرجال هما اللي داخلين دابا كيعوموا وغادي يخرجوا دابا، والعيالات هما في جالسين هنا كيتسناو نوبتهم لأنها قربت تسالي الساعة ديال الرجال ودخلوا العيالات من طبيعة الحال. وأنت السي زازموكس غاتعوم ولا ما غاتعومش؟ من طبيعة الحال غادي نعوم، واش نجيت لهنا وما نعومش؟ ما جاتش. لكن أول حاجة غادي نديرها من طبيعة الحال هي أنه غنطلع لهاد الفيلاج هنا، غادي نفطر عليا من بعد ديك الساعة، نشوفوا أشنو غادي نديرو من بعد. فوالا بعد ما فطرنا دابا اجو نديرو واحد الجوله هنايا في هذا الفيلاج ديال حامات مولاي علي الشريف. بالنسبه للناس اللي بغاو يجوا للحامات وكيسولوا البلاصه ديالهم، فجاو في الطريق الوطني رقم 13 ما بين مدينه الرشيديه والريش. هاد الحامات هادو بعاد على مدينه الرشيديه ب 50 كيلومتر وبعاد على مدينه الريش ب 15 كيلومتر. بالنسبه للناس من طبيعه الحال عندهم الترونسبور ديالهم، راه ممكن يجوا حتى لهنا يهبطوا للحامات. ما بعادش بزاف، تقريبا غير واحد 300 متر باش بعاد على الطريق الرئيسي، ولكن كاين الطريق حتى لدوك الحامات تما. اما الناس اللي ما عندهمش الترونسبور ديالهم ممكن ياخذوا الترونسبور للحامات من الريش ولا من مدينه الرشيديه، ياخذوا الطاكسي من طبيعه الحال. الطاكسي من مدينه الرشيديه 20 درهم، من مدينه الريش 10 ديال الدراهم. اول حاجه غتلقاوها في الدخله ديال الحامات هي هاد البلاكه هادي اللي فيها بزاف ديال المعلومات على الحامات ديال مولاي علي الشريف، خاصه المعلومات الاستشفائيه بمعنى الفوائد الصحيه ديال هاد الحامات هادو، غتلقاهم كاملين مكتوبين هنا. وكيف بزاف ديال البلايص السياحيين في المغرب، ضروري انكم تلقاو شي حاجه بحال هكا اللي هي كتبقى سوفونير. البداية قلت لكم بانه كاين هاد الحامات اللي سوفاج، ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع السوفاج داكشي وانهم يتحمموا في السوفاج، فكاين الحمام هنا. الحمام الثمن ديالو 15 درهم، كتدخل ليه كتحمم مع راسك. المهم حتى هو الماء ديالو سخون وطبيعي. غير الفرق ما بين السوفاج وهنايا هو انه تما كتستحمم في الهواء الطلق، وهنا من طبيعه الحال كتكمل العظيمات ديالك داخل الحمام. بالنسبه للناس اللي بغات تجي هنايا لهذا الحمام هذا اللي هو الحمام ديال مولاي علي الشريف، بلا ما تعذب السطول ديالك انك تجيب معاك من كازا ولا شي حاجه، فكاين الناس هنايا كيكرو السطوره. شحال الثمن تقريبا؟ جوج دراهم الكره ديالو. جوج دراهم الاغلى على مسكين، بلا ما تسطل معاك من كازا ما تعذب بيه. جوج دراهم هنا، دخل تحمم مع راسك وخرج. اما قريب غادي يولي عندكم ثلاثه ديال الاختيارات الا بتستمتعوا بديك المياه الطبيعيه الساخنه ديال الحامات ديال مولاي علي الشريف. بامكانكم انكم تمشوا للسوفاج لها لديك العين الطبيعيه تستمتعوا بها، ولا الحمام اللي مديور هنا والماء ديالو طبيعي، ولا هذه المحطه الاستشفائيه اللي تابعه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عم قريب غتفتح. غادي في لك البانيوات داكشي بحال الشكل ديال مولاي يعقوب. بالنسبه للناس اللي غتسولني واش كاين الكرا ولا ما كاينش، بالنسبه لهاد البلاصه اللي كتسمى حامات مولاي علي الشريف فيهم الكرا وفيهم بزاف ديال الناس كيكراو. المهم غندوز لكم دابا واحد السيد كعندو الديور داكشي كيكري. المهم هو غادي يقول لكم الاثمنه، غادي يقول لكم نوعيه المحلات اللي كيكري داكشي، ولا بغى يعطيكم حتى النمره ديالو مرحبا ما عنديش مشكل، انا ندوز ليه اشهار فابور. الاثمنه راه كاين
300 درهم 2600 3000 ريال اش الدار ولا البيت؟ لا البيت كتذكر ب 50 درهم 60 درهم اقل ثمن هو شحال؟ البيت اقل ثمن كدير ديك 50 درهم 40 درهم هذا هو اقل ثمن هاد الوقيته ولكن بحال شهر 7 وشهر 8 كيطلع الثمن كتكون ديك 80 درهم البيت والدار كدير 4000 5000 3000 المهم كل دار وفراشها كل دار والنقا ديالها كل واحد وباش باش باش كيكري في الصيف كتكون القضيه مروجه هنا كتكون كيكون بنادم بزاف تبارك الله في شهر 8 كيكون اصحاب الخارج كيكون كلشي تبارك الله كيعمر هنا الحامات كتعمر حتى دابا كاين بنادم ولكن ماشي بزاف شي شويه ماشي بحال 7 و 8 علاش دابا كيمشيو للعين الصغيره هذه ديال الواد العين راه كيمشيو ليها المهم بالليل وبالنهار البارحه تقريبا راه جوج ديال الليل والناس باقا في العين اي جوج ديال الليل الوحده المهم الربعه راه قلت لك كيدوزوا الشوافر من هنا كيدوزوا كيمشيو يهبطوا ليها كيحبس ثلاثه الربعه كاع ويمشي كيدوز العين راه كداوي عباد الله هاد العين هذه تبارك الله راه مزيانه البروده بعدا راه مزيانه ليها انت الاصل ديالك ماشي من هنا ولا من هنا ايوا اقول الاصل ديالي راه من هنا ولكن ساكن في الدار البيضاء ما ساكنش هنا من هنا واحد 10 ايام غادي نمشي ولكن ملي كيفوت رمضان كنكون هنا ولكن راه كاينين الديور كاينين الناس هنا كيكريو موجود الديور ماشي خاصين الديور المهم النمرة التليفون 06 67 03 47 88 محمد الجنب ديال هاد الحامات هادو اللي بقاو هنايا وعلى بعد واحد كيلومتر ونص تقريبا منهم قال لي كاينه واحد العوينه في هاد البلاصه هادي قال لي عجيبه وغريبه قال لي سبحان الله قال لي كيخرج منها واحد الماء اللي عجيب واللي كيداوي بزاف ديال الامراض خاصه الامراض ديال الجهاز الهضمي وكذلك الامراض ديال الكلاوي قال لي بزاف ديال الناس كيجوا هنا كياخذوا الماء كيدوا معاهم لمختلف المدن في المغرب وماشي غير هذا الشيء فقط قالوا لي بعض الناس بانه جاوا بعض الخبراء خداو الماء من هذه العوينه هذه خداو على حساب المختبر باش انه يديروا ليه التحاليل ويتاكدوا من المكونات ديالو علاش لانه كيسمعوا بزاف ديال الناس كيجوا كيشربوا من هذا الماء هذا وكيجيب الله الشفاء الصراحه جاني الفضول انني نمشي نذوق الماء ديال هذه العوينه هذه الناس اللي بغات تجي لهذه العوينه تشرب منها ولا تاخذ منها الماء فهذه هي الطريق غتخلوا الفيلاج ديال الحامات هنا وغتخلوا العوينه اللي كيخرج منها الماء سخون في هذه البلاصه هذه وغتجيو على يدكم اليمين نيشان من هنا تقطعوا الواد هاي الطريق متراسيه وغتمشوا نيشان من هنا حتى غتلقاو العوينه دابا الاخوان وصلت ديك العوينه هي ولكن شوفوا لي شحال تاع الزهام عليها تما بزاف ديال العيالات كياخذوا الماء من تما داكشي اخيرا الاخوان غنصور في هذه العينه اللي تسنيت تقريبا المده ديال نص ساعه باش انا نصور هذه اللقطه هذه لانه كان بزاف ديال الناس هنا وكانت القضيه مخلطه فيها النساء والرجال داكشي علاش باش ندخلوا وسط منهم نبدا نصور خليت سالاو من دابا الاخوان ذوقوا الماء ديال هذه العوينه هذه بسم الله صراحه الاخوان المذاق ديال هذا الماء زوين يا سلام في واحد قلنا يا سلام ولكن الصراحه الحاجه اللي تقول فيها هي انه ما جبتش معايا شي قرعه ولا شي فيديو ناخذ الماء ولكن من طبيعه الحال كاين الحل الحل من طبيعه الحال كاين عند السي عسو تبارك الله السي عسو الله يبارك فيك اوليدي الله يشفيك اوليدي الله يجيب النجاح الله يحفظك مع اصحابك الله يجيب النجاح الله يحفظك الله ينوركم المهم الله يدير الله الخير ان شاء الله المهم الاخوان السي عسو هنايا راه اللي ما جابش القرعه ولا شي حاجه راه كيبيع قراعي كيبيع بيدوات شحال الثمن ديال البيدو 80 اوليدي 4 دراهم اييه قرعه داكشي اللي خفيف على الناس ما كنقول لهم الثمن اللي بيعطي شي حاجه هو هذاك من ما عندوش ماشي مشكل الله المستعان الله داكشي اللي كان اوليدي المهم الاخوان نسيت القرعه باش انني ندير الماء ولكن بطبيعه الحال السي عسو هو عنده بيدوات عنده القراعي هنايا اللي بغا يدي معاه من هذه العوينه هذه تعطيه قرعه ولا بيدو قول لي يا السي عسو الفوائد الصحيه ديال هذه العين اش كتداوي زعما اش كتداوي اللي كتداوي اللي فيها الحجر في الكلاوي راه برا وفي هذا الماء وين خص بنادم يتبعهم يبقى يسقي ولا بقى يجي يشربهم يبقى واللي بعدا حتى هي راه كتشفي اللي بعدا حتى هذيك كيشرب بنادم واخا شربتي جوج لتر في البلاصه ما يضرك يا كتسمع غير الجوع خص غير ما تاكل من بعد ورا الناس اللي جربهم راه كيجي من هاكا من هاكا فين ما مشيتي يقول لك فين العين ديال مولاي علي
تعسوا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا الوقت ولا شي حاجه باش انهم يجوا هنا، ممكن تصيفط لهم مثلا لاي مدينه لاي بلاصه؟ كون قال لي واحد السيد راه وصلوا لفرنسا، صيفط لي شي واحد لفرنسا داهم في البواد حتى لفرنسا. لا الا قال لي واحد السيد راه الماديه العاد العين وصلوا حتى الدول. بالنسبه للناس اللي بعاد اللي ما عندهمش الوقت باش انهم يجوا ياخذوا من هذه العوينه ولا يشربوا من هذه العوينه، فالسيد قال لي راه كيصيفط بزاف ديال الناس، عنده بزاف ديال الاصدقاء كيصيفط لهم في جميع البلايص، وكذلك بغى شي حاجه راه يصيفط عليه. المهم هو يقول لكم النمره ديالو تواصلوا معاه وهو يصيفط لكم النمره. 06 76 61 63. المهم هي النمره ديال السي عسو، تواصلوا معاه هو يصيفط لكم الماء. ولكن راه الصراحه هذا الماء هذا تقريبا دابا شربتوا شي 10 تقريبا كنحس بالجوع. الله يلا كلا زوج قلت لك شحال من واحد كيشرب وكيسمع غير الجوع، راه كات حتى المعده راه صالح ليها. المهم الاخوان شربت الماء ديال ديك العوينه، بزاف ديال الناس قال لي غتشرب الماء ديال ديك العوينه غتحس بالجوع، الماء ديال ديك العوينه كيفتح الشهيه. المهم شربت داك الماء رجعت للفيلاج، اول حاجه درتها هي انا خديت واحد الطاجين هنايا هو هو باش غنتغطى اليوم بسم الله. لذيذ ام الطاجين سي مراد الصراحه داك الشيء عندك لذيذ صراحه. بصراحه الاخوان واحد الطواجه راه ناضي بلا كذوب بلا نفاق بلا والو، على المذاق شي حاجه يا سلام. دابا مع شرب داك الماء ديال ديك العوانه نقدر نزيد شي واحد. المهم هذا السيد هذا اللي هو السي مراد راه عنده طبعا المحلات هنا ديال الكرا، المهم ندخلوا دابا نكتشفوا هاد المحلات هادو، وهو راه غادي يقول لكم الثمن ديال كل محل. المحل اللي دخلنا عليه غادي نسولو الثمن وهو يقول لكم الثمن. المحل الاول هو هذا، هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 40 درهم 50 درهم. شوفوا البيت الثاني شنو فيه. هذا هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا كان كاين تقريبا 70 درهم 60 درهم 70 درهم 60 درهم، ولكن السقف ديالو يا سلام شي طبيعي يا سلام. البيت رقم 3 وهذا هذا شحال الثمن ديالو؟ 50 درهم 60 درهم ماكسيموم 60 درهم. اي واحد شد بيت هنايا طبيعه الحال هذا الحق في الكوزينه هي كيطيب داكشي اللي بغى، ولا بطبيعه الحال بغى شي حاجه طيبه راه كيوجد واحد باش عندهم مقاومه معاه. المهم هو السي مراد كيقول لكم مرحبا بكم في حامه مولاي علي الشريف، مرحبا بكم في القهوه ديالو اللي هي مقهى مدريد. بالنسبه لهاد المحلات هنا راه السي مراد يعطيكم النمره، بالنسبه اللي باغي ياخذ شي محل شي حاجه يتواصل معاه، في حاله الا جا شي واحد هنا وما لقاش يصوني ليه في النمره ديالو، اما هو دائما يكون هنايا. المهم هو غادي يقول لكم النمره ديالو جيتو هنا تواصلوا معاه. 06 76 94 02 20. المهم دابا هي النمره ديالو عندكم، اللي بغى يكري شي حاجه اللي ياخذ شي حاجه كيقول لكم مرحبا به. باقي نعقل مزيان اشنو قلت لكم في الصباح، قلت لكم جوج ديال الاسباب اللي خلوني نقول هذه البلاصه بلاصه غريبه وعجيبه. السبب الاول هو اللي شفناه في الصباح قلت لكم هذه البلاصه كتبقى خدامه بالليل وبالنهار، والسبب الثاني ها هو كاين هنا قلت لكم غنكتشفوه كاملين. سبحان الله العظيم واحد السر كاين هنا. دابا هذه البلاصه غادي نعفط فيها، ها هي فيها الماء سخون، وهنا في الجنب ديالها كاين الماء بارد. المهم هاد المسخون هو اللي كيخرج من ديك العوينه اللي كيعوموا فيها الناس. اخوان الحاجه نختم بها النهار ديالي هنا في الحامات ديال مولاي علي الشريف هي انني غنضرب بشي عومه في هاد البحيره كيخرج من هاد المسخون اللي قال لك عنده بزاف ديال الفوائد الصحيه، منها انه مزيان للبروده. بزاف ديال الناس كانت عندهم البروده لدرجه انه كاين اللي مابقاش كيتحرك بسبب البروده، جا عام هنايا وتشافى. بسم الله هاد الشيله سخون. المهم دخلت هاد البحيره دابا يا سلام سخون. لا مازال ما كفاكش المسير ليه. لا غارق؟ لا ماشي غارق، سخونية سخونية على هنا. بلاصة سخونة بزاف وبلاصة؟ لا لا ماشي كيطلع الماء من الماء نمشي ثلاث البلاصه.
على واحد العمق طبيعي. يا سلام مسخون طبيعي. اللي نايت 20 دايت 22 سخون يا هنا كلا تنبا الى فيك مجيد اللي قدام هادي راك يا ولد. تخيلوا معايا غير من هنا لهنا كاين فرق ديال السخونيه، لكن هاد البلاصه هادي قال لي كيخرج منها الماء. المهم دابا تقدر تستمتع على خاطرك هنايا ساعه ساعتين. بالنسبه في النهار كيكون التناوب كيكون ساعه للعيالات وساعه للرجال. دابا الشمس غربات بقى غير رجع.